Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa ila jami'il anbiya'il mursalin wasyuhada wassolihin wal 'ulama'il 'amilin wal qurra' wal mufassirin wal fuqaha wal muhaddisin lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. إلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا وأقربائنا وشيخنا ومشايخ مشايخنا والحق علينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم أهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على
اعلم انه لا اله الا الله 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 لا اله الا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا لا اله الا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله تعالى من الامنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولله الحمد رب السماوات ورب الرب العالمين اللهم يا الله لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الله رؤوف رحيم وأن الله سميع دعاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الحري الميامين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وألبسنا بخيمة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد برحمة ختم القرآن اللهم يا الله اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة بكل آية سعادة بكل سورة سلامة بكل جزء جزاء صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين فاكتب بالسلامة والعافية علينا وعلى الحجات والوزاة والمسافرين والمقيمين في بلغ بحرك من أمة محمد عليه أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تروناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأرواح أولاده أزواجه وأصحابه وذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولما له حق علينا ثم إلى حضرة أرواح جميع أهل القبور المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا الأرواح من اجتمعنا هنا بسببهم اللهم اغفر لهم وارحمهم
وعافهم وعفو عنهم واجعل الجنة مثواهم بارك ختم القرآن العظيم بارك ختم القرآن العظيم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان واجعل قبورهم حفرة من حفر النيران شفاعة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا في القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا جهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين القبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين 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 دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله رجاء أغيثنا لأجل الله ننا لله حسن حظا بفضل ويا أقطاب أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم سألناكم مجلس الفرح جوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله يا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى البلوى يا الله.
warahmatullahi wabarakatuh. Satu hilang dah.